وعن زيارات الرئاسات الثلاث إلى خارج العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي. سيد مازن، مرحبا بكم. يعني زيارات متكررة لعبد المهدي وأيضا لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي ولرئيس الجمهورية برهم صالح ازدادت في الفترة الأخيرة، هل تعتقد أن العراق بات محورا إقليميا مهما في هذه المرحلة تحديدا سيد مازن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة والمشاهدين. مسألة الزيارات مستمرة، والحقيقة مثل ما ذكرت أنه هؤلاء يعني وجودهم بالخارج كما وجودهم بالداخل، وإضافة الكلفة المادية التي تكلف دولة من خلال هذه الزيارات تكون الوفود عادة وطيارات وغير ذلك. أنا أعتقد هو هروب من الواقع الفاسد في العراق، وهروب من المسؤولية التاريخية المفروض ينبغي على هؤلاء الثلاثة المعنيين بإدارة دفة الدولة أن يعالجون الأزمة في العراق، سواء من خلال النازحين، الأعمار، الفساد، الملفات، الكهرباء، الماء، كل هذه الملفات يحاولون من خلال هذه السفرات وكأنه يعطون رسالة للشارع العراقي بأنه الحكومة بالرئاسة الثلاثة جادة في معالجة الوضع من خلال الزيارات التي ستقوم بها وتوقع على اتفاقيات مع بعض الدول. أنا أعتقد هي هروب لغرض استرضاء بعض الدول أو استجداء باسترضاء بعض الدول في عملية دعم العراق. أنا استغرب أنه حتى الحكومة الألمانية عندما تصرح الرئيسة المستشارة ميركل بأنها حكومتها ستدعم العراق في الأعمار، أي دعم تحظى الحكومة فاسدة بالمطلق. يعني أي دعم. أنا استغرب من دول المنطقة ودول العالم أن يتعاملون مع حكومة هم يقولون عنها فاسدة، حكومة كل زعمائها فاسدون، فكيف يستقيم الإصلاح تحظى هذا الفساد؟ سيد مازن، عبد المهدي في برلين دخل في محادثات تطرقت إلى تطوير الجيش، هناك مراقبون يقولون إن هذه الزيارة رجع منها عبد المهدي محملا برسالة مفادها لابد من حل الميليشيات، هل باستطاعة عبد المهدي تنفيذ هذه الخطوة الجريئة من وجهة نظره؟ لا أعتقد هو غير قادر وغير مؤهل أن يتخذ هكذا قرار، لأنه هو مسلوب الإرادة الميليشيات اقوى من سلطه الحكومه، ونحن نعرف ان العراق دوله ميليشيات، والميليشيات من يقرر وهي من تهدف وهي من تفرض الواقع على الحكومه ان تقبل بما تقوم به الميليشيات، هذه الميليشيات هي مسنوده من ايران ومن قاسم السليماني، فهذا المهدي لن ولن يستطيع ان يقوم بهكذا حتى لو صرح هنا او هناك، لانه ليس بالمستوى اللي أهل يتخذ مثل هكذا قرار او هكذا خطوه جريئه. الميليشيات قوتها على الشارع اكثر، الميليشيات تتمتع بحصانه حتى من قبل الحكومه، اضافه دعم غير من قبل ايران وطهران، اضافه الى انه كل الاحزاب التي موجوده بالعمليه السياسيه لديها. طيب سيد مازن، على ذكر ايران، يقال بانه الزيارات المتكررة لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء وأيضا لرئيس البرلمان يفسر على أن العراق لم يعد تحت عباءة إيرانية، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا، هذا غباء من يعتقد أنه العراق خارج عن العباءة الإيرانية. العراق لا يزال تحت العباءة الإيرانية، وإيران هي لديها اليد الطولة، وإيران هي من يحكم في العراق، وإيران هي من يصادر القرار السياسي في العراق، وإيران هي من تعين ومن تقبل من يكون بالبرلمان أو برئاسة الوزراء أو غيرها. كل من يدعي أنه إيران غير الحكومة خارجة عن سيطرة إيران فهو واهم، وهذا الكلام لا يمكن أن يصدقه عاقل. كلنا نعرف أنه حكومات الاحتلال التي تعاقبت هي محكومة إيرانيا وبتوافق أمريكي. حتى مسألة الحصار على إيران هي كذبة، لأنه الحكومة العراقية التي تخضع إلى إيران بالمطلق هي من سيساعد إيران على أن يخفف عنها الحصار، وحتى زيادة النفط الذي أعلن عنه وزير النفط 6 مليون سينتج العراق، هو الهدف منه أن تكون أكثر من مليونين ونصف تخصص إلى إيران ودعم إيران لتخفيف الحصار عنها. من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي، شكرا جزيلا لكم.